التعادل يجبر الخسارة، لأنه المباراة بتاعت برشلونة القادمة راح تكون حاسمة أمام الباير. أمام فريق الباير، نعم والباير فريق طبعا على أرضه فريق يعني صعب الميراث، نعم من الصعب إنك تحقق فوز في ملعب اليانس أرينا وبايرن ميونخ بقوته، وفريق لا يرحم يعني بيجي بيلعب كل المباريات بنفس المستوى وبنفس الضغط وبنفس الأداء اللي بيقدمه في المباراة من بدايتها، حتى لو هو صاعد. لأن حتى لو هو صاعد ولو نعم ما محتاج للمباراة ممكن يشرك فيها عدد من اللاعبين، لكن نفس اللاعبين اللي بيشركون ما بيقولوا عن مستوى اللاعبين الأساسيين. فمباراة بين فياريال وبين برشلونة هي مباراة راح تكون صعبة جدا جدا بالنسبة للفريق الكتالوني، يعني عنده كثير من الغيابات، وبعد استلام المدرب شافي لدفة التدريب يمكن خلق روح لأنه يمكن سنه قريب للاعبين نعم ذاته، بعد اللاعبين كانوا زملاء في كانوا حافل زملاء الملعب. في الفريق، نعم فخلق روح جديدة للفريق وقدموا مباراتين، فازوا على إسبانيول الند التقليدي بالنسبة لهم في مدينة برشلونة، ويتعادلوا مع بنفيكا، بنفيكا الفريق المنافس لهم في دوري الأبطال. وفياريال من الفرق القوية يعني نعم على مستوى القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة، حتى هو لعب نهائي الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي وخسر أمام تشيلسي في السيوبر، في السوبر. نعم فمباراة صعبة.